صباحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج 90 دقيقة. حلقتنا اليوم سنتطرق فيها لانطلاقة أغلى البطولات، بطولة كأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. 4 مباريات لعبة الليلة أو أمس، وثلاث مباريات راح تلعب اليوم. إن شاء الله سنتحدث عن هالمباريات مع ضيوفنا اللي منورينا اليوم، علي مين لاعبنا الدولي السابق وأخونا العزيز كابتن علي الزيد، بجانبه طبعا مدير فريق القادسية اللي مبارك له أيضا الفوز اليوم على برقان، أخونا العزيز كابتن عبد الله الحقان. علي صار ضيفين عزيزين يعني يطلعون معنا بعد غياب أخونا العزيز واللاعب الدولي السابق الكابتن حميد مال الله، ونتحمد له السلامة بعد ما أجرى عملية بسيطة في عيونه ما يشوف شر. وبجانبه طبعا زميلنا العزيز والناقد الصحفي والإعلامي والصحفي طبعا في جريدة الأنباء الأخ العزيز ناصر العنزي، بعد غياب يمكن سنة ما شفناه صراحة، ما أدري يقول ما يصير لازم الظهور يعني من فترة لفترة، ما ترى البعض يخالفك بالرأي، تمون عليك يا أبو تمون على رقبي، بس يعني رأيك هذا البعض يخالفك فيه، لازم يعني الإعلامي مطالب بأنه يكون متواجد فترة يعني مو فت يعني ما نقول يوميا ولكن على مدار أول شيء رحم فيك ورحم في الزملاء والفترة اللي معانا وش اسوي والشغلة هذه. وسعيد احنا متواجدين في الإعلام مو شرط بالتلفزيون، موجودين بالجريدة كل يوم نكتب، وهذا صح بهذه أنا وياك أبو علي. الحمد لله على السلامة، الله يسلمك إن شاء الله الحين تشوف أوكي. والله مسوي لي داعم لي 2 جاي. لا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بعد شهر كامل الحين حسب تحسن كبير يعني تقريبا 70-80%. الحمد لله. وعلى كلام الدكتور يقول لي ان شاء الله خلال الايام الجايه راح تحس بتحسن اكبر من كذا. الحمد لله ما تشوف شر. يعني اتحمد الله حيل. الحمد لله على سلامتك. اللي حاب يشاركنا اليوم عنده اي ملاحظه على المباريات اللي لعبت الاربع او عنده ملاحظه على المباريات اللي راح تلعب اليوم، هذه ارقام هواتفنا، حسابنا في تويتر. نشكر رعاتنا وداعمينا شركه فيفا، سفريات النور، دار الالوان المباني، عطورات من الكويت، يونك دشداشه، ودير ندير اخوي العزيز محمد العنجري، واخوي طواري مدلول وكيل جيفوفا وزيوس في الكويت. امس احد الاخوان دز لي تغريده صراحه، وهو خبر انتشر في الصحف، لكن يعني هي قاعد نشوفها هالايام صراحه بكثره. اول شيء خل اقرا هالدعوه الكريمه اللي وصلت لنا من الاخوان بمناسبه الذكرى الثانيه لبيعه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. تقام مباراة سوبر الظفير بين منتخب الظفير السعودي ومنتخب الظفير الكويتي في ملعب إدارة التعليم بملاعب المجمعة طريق الكويت يوم الجمعة الساعة 3:30 اليوم طبعا 13/1/2017. خل أشكر الأخوان الحقيقة كل الظفير سواء في الكويت أو في المملكة على دعوتهم لنا ولي شخصيا، وأتشرف في هذه الدعوة. لكن يعني خل ابدي مع ابو بدر، وهذه فرصه خل ابارك له اول شيء عشان جريده الانباء تحتفل مرور 41 عام على اصدارها الاول، ودائما جريده الانباء الحقيقه مناره للاعلام الكويتي ونفتخر فيها، فتحيه لكل زملائنا، وافتخر واتشرف بزملاء اعلاميين كثر وفنيين وفي كل مختلف الصفحات في جريده الانباء، اني لي علاقه طيبه وياهم وهم يعني شرف لنا كاعلاميين صراحه وكجريده نفتخر ونتشرف فيها، فكل التهنئه لكم. انتقدناك في فترات لا بالعكس نتعلم منكم، تقبلت النقد في بدايتك وانا يعني انا تقريبا انتقدتك عزيز وتتشرف، لا بالعكس في بدايه ظهورك لي امور وانت اخذتها في روح رياضيه، بالعكس منكم تعلم ونستفيد يا ابو، لكن في بعض الاحيان لا نتكلم في بعض الاحيان النقد في اعلاميين او حتى لاعبين يعتبرونه تجريع. نعم، هو النقد المباح النقد المشروع لا يعتبر تجريح. والمناسبة طبعا أنا أحيي كل عامل الزملاء أنا في جريدة الأنباء، المناسبة السعيدة وإن شاء الله من كل سنة وسنة، والجريدة طبعا برئاسة أسرة المرزوق الكرام، وإن شاء الله من تقدم إلى تقدم إن شاء الله. إن شاء الله تزالون، وبالعكس أنت يعني أقدم منا وأخبر منا في هذا المجال فنستفيد منكم. عاد جريدة الأنباء صراحة يعني أنا لي ذكرى حلوة معاه هذه الأسبوع
اي صحيح. لا جريده الانباء صراحه يعني انا اتوقع ان اول جريده عملت معي مقابله يعني اول ما لعبت يعني تقريبا سنه 84 او 85 جريده الانباء يعني صراحه يعني من 84 و 85 جريده الانباء سباقه في ان هي تحتضن اللاعبين الشباب اللاعبين الصغار. فانا اتوقع كنا والله يمكن لحد الان عندي المقابله حتى الصحفيين زملائنا ما بنمدح الاخوان مثل ما يقولون مدح الشخص في بويها مذمة، لكن حتى في خلينا نقول العاملين في جريدة في الصفحة الرياضية مزيج ما بين الشباب والخبرة بالضبط يدعمون الشباب وخطها صراحة. خطها يعني واضح وهدفها واضح يعني جريدة جريدة ممتعة صراحة يعني شاملة كل شيء. فترة من الفترات يمكن أنتوا الوعي بالثمانينات كان في فريق الاسبوع كان هذا يشكل تنافس ولا صحيح كان ياخذ صدع صحيح نعم يعطي دافع حق اللاعبين يعني وكانوا ممكن حتى يعني من كثر ما كانوا يحطون فريق الاسبوع هذا يعني كانوا يستفيدون منه حتى بالاتحاد يعني ان كانوا يحطون عينهم على لاعبين معينين مثلا يعني ولحد الان قائم ترى من فكرة هذه طبعا فكره الرواد الجديد الانباء بالثمانينات اسامه صبري أول رئيس قسم رياضي كان ألو لمباء حتى أنا ألو لمباء وألو لمباء إيه صحيح. فكرة الشباب ألو لمباء أنا بخص حقهم هذا رواد اللي أسسوا صفحة الأنباء منهم الله يرحمه أسامة صبري وكان معه مجموعة طيبة ما بذكرهم أخاف أنسى صحيح مجموعة أخواننا سيد الهويد المصريين وأخواننا الكويتيين إيه نعم وبعدين الهويد عدم إلى جيل إلى جيل نعم. توالفه فحتى كان عاقبوا عليهم جدا حتى نعم. يعني كان حريصين إنه يبقى فريق الأسبوع والصفحة ممكن تشوفونها لحد الآن عندنا صفحة أسبوعية الله يوفقكم أنا حميد ومجموعة نعم. طيبة اختاروا اللاعبين أول صحيح. نعم. أنا تطرقت حق مباراة سوبر الظفير أبو بدر الآن أو اليوم يمكن راح تبدأ بطولة قبيلة عنزة نعم وقبل كم يوم بطولة قبيلة ظفير نعم. والآن بعد كم يوم في بطولة دورة الدواوين الجبلان نقصد طبعا الأخوان وعوائل وقبائل فيها وكلها وبعض دازي تغريدة قبل كم يوم يقول هذه يعني ما لها داعي إنها تثير بعض الأمور العنصرية إن ليش بطولات أنا قلت له بالعكس هذه يعني تجمع مناسبات اجتماعية إيقاف رياضي لان البعض الدورات قاعد ياخذون لاعبين انديه ابو بدر حكام مثلا الاتحاد يعني قبيله عنزه بطولتهم نعم. بيحكمها خالد ندى ثامر العنزي العكس هذه يعني شوف هذا التواصل الاجتماعي او التقارب الاجتماعي صفه محميده حتى الاسلام اوصى في هذه الصفه الحين مثلا انت عوائلكم كلنا من عوائل وكلنا من قبائل في مثلا صناديق الاجتماعيه للمساعده الاخرين نعم. فالجانب الرياضي انهم يتجهون للجانب الرياضي حتى شنو يكون تقارب حتى مثلا الشباب الجيل الشباب هذا ينتفع في تجمع افضل من يكون تجمع القهاوي ما القهاوي صح والحين شبابنا ترى وين يروحون اكثر صحيح كله بالقهاوي ودائما يكون حتى نشوف فيها يعني انا اشوفها يعني ما تشوفها مناسبات اجتماعيه تقارب تالف زياده تواصل القربه بين بعض المعرفه يمكن انا انت عزيز واحد ما تشوفه الا في مناسبات صحيح فالمناسبات الرياضيه والاجتماعيه والتكافل هذه صفه محموده يعني ما فيها شيء ما فيه. الحمد لله كلنا يعني عوائل شاركونا الراي بالعكس شيء طيب شيء طيب لان البعض يعني ماخذها من جانب انه ليش مثلا خلوها مفتوحه مثلا هي تبدي كذي بدها تصير او مثلا ليش تاخذون بداية حكام الاتحاد او لاعبين الانديه البدايه بسعود على قبيله معينه بعدين تويتر بعدين تصير على كل يثير يعني اي شيء يتكلم فيه يعني صار فيها حساسيه بالعكس ما فيها شيء ما اشوف فيها شيء طيب احنا نسينا ايضا في بدايه الحلقه طبعا ان نتحمد بالسلامه للشيخ طلال فهد صحيح رئيس اتحاد الكويتي لكره القدم المنحل ورئيس اللجنه الاولمبيه الكويتيه ايضا المنحل الحمد لله اليوم اجرى العمليه الجراحيه وحسب الانباء اللي وصلت ان تكللت بالنجاح كان حاول الاتصال بالاخوان هناك في لندن لكن للاسف يعني ما قاعد نقدر نوصل مع الاخوان سواء الشيخ فهد او الشيخ مشعل او اي احد من الاخوان اللي متواجدين مع ابو مشعل فنهنئ اسره ابو مشعل الكريمه على طبعا سلامه الشيخ طلال وان شاء الله لا باس طهور ومعافى باذن الله تعالى في اعتقد عزيز رقم واتساب نعم يقدرون الناس يتواصلون انا كنت من قبل اسبوع 10 ايام بلندن وهم حاولت اني هذا لكن ما قدرت صراحه
اتصلنا على الاخ نواف الجديد هم بعد كان معي اخوي ضابط بالجيش مع دفعه نواف يعني الجديد ما رد علينا ولكن تواصلت معهم في رام واتساب وردوا علي الحمد لله رب العالمين. طبعا يعني احنا نتحمد حق الشيخ طلال الفهد بسلامته بعد خروجه من العمليه ان شاء الله مشافه معافه ويا رب ان شاء الله الله يشافي كل مريض ويرجع ان شاء الله الى الكويت ان شاء الله ونكون كلنا في استقباله يا رب ان شاء الله ان شاء الله. انا في نقطه عزيز اول شيء طبعا تحمد بالسلامه الاستاذ الشيخ طلال ولا شخصيا ما ادري قبل ان ادخل فيه يعني سأنا احد الزملاء في التلفزيون والله ما ادري اي قناه يمكن حكى تكلموا عنه كل تقصد الاخ وليد الفراج اي نعم نعم انا توني بقول لك تغريده اخونا احمد البستكي يقول اتمنى يكون عندك رد على وليد الفراج بعد ما تكلم عن الشيخ طلال واحمد الفهد في برنامجه في اعتقد هو عنده برنامجه ام بي سي اكشن يعني. نعم. شوف انا وليد الفراج زميل واعرفه وتواجهنا في كثير من البطولات انا شفت المقطع واتساب يعني انا اشوفني عزيز يمكن طلعت وياك اكثر من مره ما احب اني يعني ازيد النقد او اوصل الى النقد الجارح الكلام اللي قاله يعني ما ينقال عيب يعني اول شيء اليوم الشيخ طلال الفهد وين كان في عمليه دقيقه يعني بدل لا تتحمد له او تقول على الشيخ طلال انه في عمليه دقيقه تتطلب مثلا الدعاء بالشفاء طلع وقام يتكلم بطريقه مو زينه بحق الشيخ احمد الفهد والشيخ طلال فاحت ريحتهم فاحت في الاتحاد الاسيوي طيب الشيخ طلال وين اليوم في العمليه في عمليه دقيقه انت يعني خل الجانب هذا اتكلم ثاني يوم انا من شقين يا اقول حق وليد الفراج الجهه الاولى ابدا راي قول رايك ان الشيخ احمد وطلال متسببين بالايقاف مو انت اول واحد مره تقوله عندنا قالوا هذا رايك قوله لكن نفس في يعني ما بقول قله ادب والله ما تطلع مننا انك في نفس اللحظه الرجل في العنايه المركزه اي يعني في عمليه جراحيه بدل لا تتحمد بالسلام نفس اليوم تتهمه في كلمات يمكن لو تشوفون الفيديو تقول عيب تطلع من صحفي زميل وعاصرناه في بطولات هاي توها يعني اليوم او بس في ناس ناصر في ناس ما فهموها ترى من كلامه ما يدري شنو قاصد قاصد انه مو اليوم ايقاف الرياضه الكويتيه بس في ناس انا حتى انا شفت المقطع هذا وفي ناس يعني قالوا ما ندري ايش يقصد لا واضحه حميد شلون واضح ان الشيخ طلال واحمد ترى فاحت يعني شنو يعني اللي فاحت حتى الكلمه السوقيه هو غلط هو الكلام اللي يعني تكلمه انا اتكلم عن موقف الشيخ طلال وين اليوم في عمليه دقيقه جدا تطلب الشفاء نعم. وهو في نفس اللحظه يتكلم عليه بطريقه يعني مو زينه بطريقه مفرده مو زينه انا اتوقع شوف انا اتوقع اخوي ناصر يعني كلام بدل لا يتحمد بالسلام اما رايه يقول رايه رايه مو كلام وليد الفراج يعني هو اختزل ان سبب الازمه اللي حادثه بالكويت يعني او الازمه الرياضيه بالكويت بتسبب فيها الشيخ طلال الله يشافيه رايه يقول رايه الشيخ بسيط شوف احنا ما ودنا ان صراحه يعني ان احد يتدخل بشؤوننا يعني هذا امر رياضي خاص فينا احنا بيننا وبين بعض نعرف شلون بيردون علي يعني بيقولون عليك حتى انتم في البرامج تتكلمون على صحيح لا لا ما ما يعني قصدك شغلات انتخابيه يعني ممكن نذكر شغله معينه او شيء بدون نقد وبدون لا بدون تجريح وتجريح الكلام اللي قاله كلام ما يليق يعني في اعلامي يطلع في يعني مثل الام بي سي امانه يعني انا عارفه يا اخوي وليد الفراج والله صحفي محترم يعني لكن الكلمه هذه يمكن نزلت لسان ونرجو منه انه يعتذر وممكن والموقف والمكان والزمان والظرف ما يسمح للشيخ طلال انك تنتقده بكلمه مثل هذه في نفس اليوم موقف يعني اليوم إيه الله يشافي الشيخ طلال إيه عمل يعني ما تكلم في السالفه النهائيه هو ممكن بدر تذكر او تذكرون الاخوان قبل فتره لما تكلم عن موضوع فهد الانصاري وانه تذكر وصل لكم يمكن هالمقطع انه قال متى وحلوا الموضوع اذكر صح؟ فشاف يمكن رده فعل وجمهور انه تفاعل وياه وشاف تدري جمهور بالكويت يتفاعل مع من يطرح القضايا الكويتيه نفس تفاعلنا مع الاخوان في قناه المجلس لما يناقشون قضايا الكويت نفس هي الظاهر فهو الظاهر حلال مشكله الرياضه الحديث عن الكره الكويتيه مشكله الرياضه صارت ماده دسمه يعني حتى حق الاخوان في الخليج يعني نعم. يعني انا اتوقع بعض القنوات الفضائيه قاعد تستقبل يعني او تستدعي مثلا بعض الاشخاص من الكويت يعني على اساس انه مثلا يطرحون او نعم. يقولون يتناقشون حول مشكله طيب الكويت بس ان احنا نتمنى ان اوكي
يذكر المشكله هذا، ولكن مثل ما قال الاخ ناصر يعني بدون 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 تجريح بدون هذا، احنا بيننا وبين بعض احنا نحل مشاكلنا واحنا عارفين. بس عبد العزيز بعد تبي بصراحه العالم ما تلومها، يعني احنا الحين صار لنا سنتين اي برنامج رياضي تطلع يقول لك الماده 25 على 26 كذا مشاكل يا اخي. تروح حتى منتخب الهندي قاعد على الحين ما قلل من شانهم المحترمين كل شيء، تشوف يحللون منتخبهم مباشر عندهم مباراه الا الديره الثانيه. كل القنوات صار سنتين الدش القانون 25 على 26 كلها مشاكل مشاكل يا اخي. ابطلع برنامج احلل منتخب الكويت باشر المباراه المعسكر شو مسوين، راحت هذه. صحيح صحيح، هي عموما هي نقطه مهمه جدا اليوم. يعني استمرار الازمه مثل ما ذكروا الاخوان هو السبب في هذا اللي حصل اليوم. لو كانت المشكله منتهيه ما اعتقد الاخ وليد الفراج او اي اعلامي خليجي يتطرق الى موضوع الازمه الكويتيه. اليوم الاخ وليد الفراج تطرق الى 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 الشيخ احمد الشيخ طلال، ممكن باكر في قناه خليجيه والله مع الشيخ احمد الشيخ طلال راح يجرحون في مثلا الشيخ سلمان ومرزوق الغانم ومعالي رئيس مجلس الامه واشخاص اخرين يرون انهم الطرف الاخر المتسبب في الازمه. فبالتالي راح ندخل في دوام ان الشخصيات الكويتيه قاعد تجرح في القنوات الخليجيه وللاسف تهان وتنتقد بتجريح وليس انتقاد كامل. هذا اللي انا اقصده ابو سعيد، والسبب ان استمرار هذا اللي انا اقصده ان 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 جميع الاطراف راح يصير عليها كلام. باكر في مثلا برنامج خليجي مع الشيخ احمد الشيخ طلال يرد على وليد لا لا وبيجرح بالشيخ سلمان ولا السيد مرزوق الغانم ولا يعني كل اطراف النزاع كل اطراف النزاع كل اطراف النزاع الرياضي في الكويت ما نرضى انهم يجرحون او ينقال عنهم اي كلمه شوفوا يعني بالاعلام غير لائقه طبعا. احنا نرفض هذا الشيء مثل ما قلت لك، احنا نحل مشاكلنا بيننا وبين بعض واحنا على قولتهم من نياز بيننا وبين بعض. احنا الرياضه الكويتيه وتحديدا حتى كره القدم لهم الرياده في منطقه الخليج، ودائما يعني مو مشاكل دائما الاحداث اللي تصير في الكويت تكون يعني ماده دسمه للاعلام الخليجي عشان يتكلم فيها. نعم القنوات العربيه والام بي سي وغيرها يعني تشوف ليش؟ لان احنا عندنا مساحه كبيره من حريه النقد حريه الاعلام، فدائما تكون مثلا الاحداث الكويتيه دائما تكون في الواجهه لتحليلها على المستوى الخليجي. يعني احنا عمرك شو برنامج حلنا مشكله اماراتيه ولا سعوديه ولا صحيح. لكن احنا عندنا مثل ما تقول القوانين والانتخابات وحريه الراي، اعتقد انها تكون هذه ماده دسمه ل يعني انك تسوي حلقات فيها على مستوى الاعلام الخليجي. يعني حتى شوف انا اتوقع يعني الان مشاكلنا هي الطاغيه، بالسابق كان المستوى الفني مستوى البطولات يعني والنتائج البطولات والنتائج هي كانت هي 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 ملح البطولات الكويت طبعا يعني اذا مثل ما يقولون دوره الخليج او اي دوره طبعا الفتره طلع تسجيل حق محلل اماراتي او قطري قال احنا اول بالسبعينات يوم لعبنا مع الكويت كان نغلب بالسبعة وبالثمانية. نعم. إذا انغلبت 2-0 هذا إنجاز لك. إيه؟ عشوف عز الكرة الكويتية ومستوى الدوري الزين في الثمانيات وهذا ما كان في برامج ترى. ما كان في برامج لكم يعني قليل. حتى التلفزيون الكويت اذكر والله ما كان فيه برامج صحيح ما كان فيه اول عمر بحياتي ملخص مال الدوري الانجليزي عمر بحياتي من بعد ما طلعت كان مستوى يعني تخيل كاظم الكويت موسم 86 87 او خلاص شنو المستوى شنو الاهداف صحيح ما في برامج. طيب خاروح حق فاصل وبعد ذلك اعود. حياكم الله ويانا أخونا ناصر بن زايد يقول مع احترامي لكم جميعا وليد الفراج ليس بحاجة أن يتفاعل مع الجمهور الكويتي، أصلا السعوديين أكثر من الكويتيين بتويتر ومتفاعلين. بس يا أخوي ناصر خل يعني برر لنا ليش الأخ وليد يعني تطرق إلى هذا الموضوع بهذه الطريقة، برر يعني أنت لو تبرر لنا وتفسر لنا ليش تكلم بهذا الأسلوب بهذه اللهجة عشان نبعد هذا السبب اللي انت نفيته. اخونا نادر يقول خالد جاسم اليوم بدايه برنامج الكاس تكلم عن الكويت بطرح راقي جدا ويستحق الشكر والثناء.
نشكر اخونا مو غريب على اخونا خالد جاسم والاخوان في المجلس في الدوحه، ونرجع ونقول ان للاسف يعني الاخوه المسؤولين هم اللي اسمحوا ان تستمر هذه الازمه الى هذا الوقت، اللي خلوا كل القنوات الخليجيه تتطرق الى ازمه الكويت. وبعدين وليد لما تطرق للموضوع ما فسر، يعني لو تسأل تقول له شنو القوانين المختلفين عليها ما يعرفها، شنو سبب المشكله ما يدري شنو المشكله، شنو اوجه الخلاف بين الهيئه ووزاره والحكومه والاتحاد الدولي والفيفا ما راح يعرف، بس ماخذ الامور ماخذ القشور يعني وتكلم فيه العزيز يعني نعم. الله شافي الشيخ طلال ان شاء الله يعني يوم سلامه. ليش متهمينه؟ كنا متهمينه انه هو ماكو شيء ثابت عليه. نعم احنا بدخلنا بموضوع ابو علي. لا اقول لك يعني راح ننسى المباريات يعني انا والله من زمان ودي كنت اتكلم راح نناقش الموضوع يعني حلقات يعني ان شاء الله عشان يمدينا نتكلم عن المباريات الاربع. اسمح لي ابو علي خل ابدا مع مباراه القادسيه وبرقان، اربع اهداف مقابل هدف، هدفين للمحترف البرازيلي الجديد، هدف لبدر المطوع من ركله جزاء وهدف للمشعان، بينما هدف جميل الحقيقه لبرقان من لاعب مميز في برقان صراحه طارق اللقمان. مبروك يا ابو يوسف، واحنا نشوف لقطات المباراه، هي المباراه اعتقد منقوله والكل شاف وشاهد المباراه. خلينا نقول مباراة سهلة كانت القادسية أبو يوسف. شوف هو يمكن الجول اللي أو البلنتي اللي جاء في الدقيقة 3 خلى المباراة تكون سهلة، يعني يمكن بعد البلنتي سيطر القادسية لكن برقام متكتل، وإصرار اللاعبين أن عن طريق العمق، بس أوكي. الشوط الثاني شويه يمكن يعني ترى الهدف المبكر هو السبب في اي مع ان الشوط الاول انتهى هدف واحد، بس اقول لك يعني لو هدف مبكر اثر على ترى بس هذه الكره شفتها كان شفنا جولين ثلاثه حق القادسيه بس ما اثر. قاعد اقول لك متكتل وربعنا اللي بيخترقون من العمق. فما تقييمك حق المحترف الجديد في اول ظهور ما يبين بسعيد بعد هو شوف في لمسات يعني في حركته زينه لكن ما تقيمه اول مباراه اول تفاهمه مع اللاعبين ايه؟ يعني شفنا ثنائيات بينه وبين بدر قاعد اقول لك عنده يعني في لمسات خاصه الجول شوف الجول الثاني ترى في شبه من بدر حيل ايه شوف هذه بالعرضه صح قالوا في شبه في شبه من بدر شوف لمته الجول اللي الاولاني اللي سجله نعم راح نشوفه ان شاء الله إيه؟ علي شلون شفت المباراه؟ والله شوف المباراه طبعا كانت متوسطه صراحه يعني احنا توقعنا القادسيه يكون افضل من هذا المستوى، بس مثل ما قلت انت مثل ما قال اخوي يوسف في الموضوع انه فريق برقان كان متكتل بالدفاع، ما اعطى فرصه حق فريق نادي القادسيه انه يفتح الملعب معه، حاولوا نادي القادسيه انه اختراقات من العمق، انا اتوقع انه ما كان في تنويع يعني او جمل تكتيكيه يعني المدرب حاول انه يستغل الاطراف اكثر، هي تجربه كانت يعني جيده حتى حق المحترف يعني الجديد، المحترف الجديد يعني انا اتوقع انه مثل ما قال يوسف يعني ما يبين مستواه الان، في لمسات في لمحات يعني عنده يبين لكن هو راح يرتقي مستواه مع 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 ارتقاء مع المباريات طبعا نعم. القويه هذه اللي راح القادسيه يلعبها، بس انا اتوقع ان فريق نادي القادسيه يحتاج الى 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 تنظيم اكثر من اللي حاصل. فريق نادي القادسيه احنا عارفين انه بالفتره السابقه يعني تعرض الى 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 ظروف يعني كان ما عنده حتى يعني 14 لاعب مجمل اللاعبين، الان اتوقع انه يعني ردوا غالبية اللاعبين، واتوقع انه يعني مع مرور المباريات وكاس الامين انت عارف كل مباراة عن مباراة الرتم مالها راح يرتفع يعني كان ناقصة تنظيم القادسية اليوم نوعا ما نوعا ما نوعا ما انا احس ان القادسية يحتاج الى 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 تنظيم يعني. طيب ابو بدر يعني البرقان اللي شفناه امام العربي واحرج العربي وبالغصب العربي فازوا عليهم تكرر السيناريو في الشوط الاول مع القادسية يعني كان ابدا مقاومه بس ما قدر يقاوم لنا واضح شوف يعني اي واحد يشوف فريق برقان يعني يدرك تماما ان الفريق يعاني من قصور في اللياقه البدنيه
تشوف الشوط الاول غير عن الشوط الثاني، وهذا طبعا باعتبار ان الفريق يمكن حديث واستعداده ما كان على المستوى الملائم لبطوله كبيره مثل دوري، يمكن ما كان متوقع انه يشارك هوتاب. نعم. يعني ما كان متوقع انه يشارك الفريق. صحيح. فمشاركته جت بعد حل الاتحاد. بس معقوله هذه من مسؤوليته، من مسؤوليته عفوا من مسؤوليته اللياقه البدنيه. انت حاط لي مو هذا، انا بس مبدر. انت حاط لي يعني مدرب بس ترى الفريق عفوا مبدر ابو حسين، مبدر الان دخلنا باي شهر الان؟ مو هذا اللي انا 10 و11 و12 اعداد 1 4 اشهر مبدر الحين الفريق يحتاج عزيز الاعداد قبل دخول البطوله يساهم في مثلا تجي لياقتك مرتفعه وتنزل مع المباريات ممكن مع المستوى، لكن تجي لياقتك متوسطه هذه ياثر عليك في تكمله المشوار. يعني ظروف برقان يعني غير السنة هذه، يعني فجأة قالوا تعال شارك بطولة الدوري، هو كان استعداده يمكن حق بطولة يعني البطولات مثل الكاسين، ومع إذا كان بطولة الرديف قبل لا يشيلونها. نعم هذا واحد. شوف أبو بدر، أنا يعني صراحة من المشجعين للكوادر الوطنية اللي تتعب على نفسها، ولكن صراحة كمدربين يعني، ولكن أنا صراحة اللي أشوفه أنه غالبية المدربين الوطنيين يعني شطار صراحة، نظري دراسة شطار، ولكن عملي صراحة يعني يبي لهم دهر على ما هذا. هني الحين أنت قاعد تشوف فريق نادي برقان مستلم مدرب، مدرب لازم يكون عنده فكر، عارف إنه بيدش دوري، لازم يعرف مراحل التدريب اللي يحتاجها الفريق. يعني انت تلوم حمد حربي مثلا؟ نعم تلوم حمد حربي. ممكن ألومه، ليش ما ألومه؟ هو المسؤول عن 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 الفريق. إذا الفريق الشوط الأول يكون في لياقة بدنية معينة ويجي الشوط الثاني تقل لياقته البدنية، هذه مسؤولية المدرب صراحة. علي شوف الفريق الجديد حديث يعني ما كسب خبرة مواجهات القوية. بس علي أنا مع الموسم أنا وياك الآن شوف أعطيك مثال، هو مع أن المثال راح يكون شوية كبير، ولكن كمستوى كرة قدم ليستر السنة اللي طافت، شنو ليستر بالنسبة حق الدوري الإنجليزي؟ شنو بالنسبة حق مان يونايتد؟ شنو بالنسبة حق ليفربول؟ شنو حق تشيلسي؟ توتنهام؟ ما شنو؟ نعم. في إدارة، في مدرب، تكاتف، لاعبين شنو كانوا لاعبين ليستر؟ هل هم نجوم؟ اللهم واحد محرز ومع واحد ثاني، ولكن في عمل مدرب. نعم. عمل مدرب اللي حاول وقارع هذه الفرق الكبيرة هذه. شنو؟ بعزم. أنا معاك محترفين وكل شيء وذاك مني، ولكن انا لازم اثر بصوره. اذا انا مدرب وامسك فريق، حتى لو كان برقان، حتى لو كان اي فريق ثاني، ما اظهر بالصوره هذه ان اي فريق يقلبني 4 ولا 5 ولا 6 كاول مشاول اول مشاركه في الدوري. بغض النظر اذا انا مدرب، انا ما صرت مدرب، لا انا عندي خبره، الا انا لاعب، انا مار في تجارب، ماسكين مدربين كثار ومدربين كلياقه بدنيه، لاعبين اول مره يلعبون أنا وياه. أول مرة طبرت. أنا وياه مسؤولية مدرب. يبينهم خبرة شوي. أنا وياه بس مسؤولية مدرب. أوكي. أبو علي. يعني أنت أول شيء شوف فريق برقان، لاعبينه. خل محترف. العناصر. وين كانوا قبل؟ وين يلعبون؟ في لاعب منهم أنا كنت أدربه. أحمد السهو أنا كان عندي لاعب. انقطع والله. إيه كان يلعب. فريق الرديف متى؟ 2010 اعتقد، وراح فلو هالسنوات وين كان يلعب؟ هذا الشيء اللي اثر. انا ما اعتقد حمد حربي عنده خبره، اعتقد حطه يعني ما تحمله المسؤوليه. لا ما حمله، حاطه برنامج فريق او شيء فريق جديد. بس عبد العزيز في شغله مهمه حيل، اللاعب اذا ما يستمر سنين ورا بعض انت تشوف ربه يتعور اللاعب خلال اقل من شهر اصابه قويه يردونه، لأنه ما يبي يقعدون قعدة طويلة، لازم تستمر. أنت لاعب هذولي فريق برقان، أنا أعتقد أكثر من لاعب سنتين ثلاث ما لعبوا عندهم ملعب، عندهم ما أدعد عندهم ملعب أكيد. إذا إدارة نادي برقان، إذا إدارة نادي برقان تشوف فريقها أن معدل لياقي مالهم، ليش ما يستعينون بمدرب لياقة بدنية؟ لا علي ليش؟ علي شحقة علي انا علي شحقة قاعدين علي كإدارة وداشين دوري ما دوري علي شوف انا اللي اقصده ان اللي يبي يلعب كرة قدم لازم يشتغل صح.
صح. لا تقول لي فرقان، لا تقول نادي الكويت، لا تقول نادي القادسية، لا 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 عادي في فرق. انت ماسك فريق كرة قدم، هذا له 11 لاعب وهذا له 11 لاعب، قال لك الاعداد من بداية الاعداد. ما ايش قاعد اقول لك عادي عادي في فرق عادي، حتى لو صار الاعداد لا تقول لي فرقان وجهرة وساحل وما منه. كان انت هذا له 11 لاعب نادي الكويت وهذا له 11 لاعب نادي القادسية وهذا له 11 لاعب نادي فرقان. يا اخي يختلف اللاعبين، يختلف الحين لاعبين القادسية نادي في فروقات مستويات فنيه. اوكي حتى خلي فروقات، بس انا اقدر علي علي انا اعطيتك مثال حميد حميد بقول لك على شغله، بس خلي كمل خلي كمل. انت ما تقدر تجاري فريق بالملعب، ما يقدر يجاري. هو شوف تجاري بشنو؟ هو اللياقه البدنيه. ما يخاف ما يخاف ما يخاف ما يخاف. العربي 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 حط جول على على الفريق بلقان بالدقيقه الوقت الضايع، كان متعادلين 1-1 يعني لياقته، لعب جيمين ولعب مباراه قويه. هو مو السالفه هذه، السالفه انا قاعد اقول لك السالفه انه في لاعبين عنده كان انا ما ابي انا بس خلي اذر بسعيد. انا بس امس هذه هذه ان شاء الله لان هذه تغريده ترد على ناصر. لا ادري ادري بس بسعيد في ان شاء الله مهمه هذه. انا ما ابي اعطي عذر حق اي فريق يقول لي ان هالفريق هذا افضل مني وهذا ما افضل مني. انا اذا عندي الثقه بنفسي، عرفت شلون؟ خلي الثقه عندي بس. لا لا اذا عندي الثقه بنفسي انا وانا فريق القادسية دارس وحالتي حاله. ما يخاف فريق القادسية، فريق القادسية تقنعني. انا شوف انا اقدر اجابل اي فريق اذا انا شغلي صح. من احسن فريق بالكويت حاليا؟ من احسن فريق في كذا فريق بالكويت، في القادسية في الكويت، بس انت تقدر تقدر تقارن الكويت والقادسية مع اليرموك والساحل وهذا؟ ليش 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 ما اقدر اقارنهم؟ ليش حميد ليش ليش انت ما اخذين هالسالفه هذه؟ مو ماخذ السالفه. لا 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 تمرن صح، لا لا حبيبي لا تمرن صح تقدر تلعب كره قدم، ما تمرن صح ما تمرن صح. هذا صح كلام يعني قصدك ما تمرن صح؟ يبا علي 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 انا اخذك اياها بالمنطق، بالمنطق الكويت والقادسية 15 سنة وهم قاعد ينافسون، وين الفرق الثانيه؟ الكويت والقادسية ما قاعد يشتغلوا صح. وين الفرق الثانيه؟ ما قاعد يشتغلوا صح. ها بالمراحل بعد حتى من المراحل إيه وين؟ ما قاعد يشتغلون صح. في فرقات. مجالس الإدارة ما قاعد تشتغل. لا لا لازم صفر فرقات. لا 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 مجالس الإدارة. لازم صفر. لا لا قام يشتغلون. لا 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 ما يستطيعون علي. ليش ليش الكويت والقادسية زينين؟ ليش؟ شنو اللاعبين يوم يوم من بيوتهم؟ ايه 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 انا اعطيك سبب، اعطيك سبب، اعطيك سبب، اعطيك سبب. علي 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 عن 11 لاعب. علي 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 ليش ما يبون اربع محترفين؟ علي 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 ليش ما يبون؟ ما سامح لهم؟ علي علي ليش ما يبون اربع؟ خليني اكمل لك شغله علي علي فلوس؟ علي لا في فلوس. خليني اقول لك شغله، انت عندك استثمار علي تطلع ما شاء الله مليون بالشهر، هذولاك ما يعني انت عندك مليون. ليش ما قاعد ياخذون الساحل يطلع مليون بالشهر؟ ما زين ما في شخصيات تساهم؟ ما في شخصيات تساهم. لا انا شخصيه، انا شخصيه على الوضع هذا والله العظيم ما ممكن ما ادخل المجال الرياضي ولا على الوضع السيء اللي فيه احنا. هي اكيد حتى لو تجي واحد يقول تعال تبرع حق الفريق بيقول لك ايوه عندكم كوره، انتم موقفين دوليا ومشاكلكم، الوضع سيء الان. نعم اخونا حراج يقول العنزي مع احترامي لا كلامه خطا، يقول اللياقه اذكره بمرات العربي لاخر دقيقه والفريق يلعب ولياقته عاليه. نفس الكلام قلت انا الشوط الثاني. الشوط الثاني ليش خسر الفريق؟ ضغط 24 ضغط عرباوي معسكر عرباوي على الفريق برقان. برقان راح يصير شيء ناصر كله إيه؟ راح يلعب مع كل الفرق، راح يصير دفاع. يعني اقول لك لياقته مو هي بسعيد تختلف. هني يبين الفريق مخزون اللياقي مال اللاعبين مع مرور المباريات. كل ما تصير مباراه ورا مباراه ورا مباراه راح يقل، لكن اذا كان عندهم لياقه بدنيه وتمرين صح. لياقه الشوط الاول تختلف عن لياقه الشوط الثاني عندهم، مو بقوتها مو يعني منهار الفريق نهائيا ما يقدر يركض، لكن تختلف شيء واضح. في خبره، في فوارق بالمستوى، في واجهه شغلات. يعني فريق برقان انا اشوف اخر لعبه لعب في ناس تشتغل في ناس ما تشتغل زيدها شلون، في ناس تشتغل ادارات تشتغل وادارات ما تشتغل. انا ما في ادارة ما تشتغل. انا يبدا مدرب بكل شلون ما اشتغل. ابو علي هل لاعبين برقان يتحملون يلعبون لعبتين بالاسبوع؟ ما يتحمل. وهالكلام بوصل له انا، لان فريق هذا مو هاوي. اقول لك هذا احمد السهو، انا لاعبي انا مدربه زين. خلال 6 سنين راح، انا خليت الفريق راح خلال 6 سنين. وين سالت عنه؟ سالت عنه هو كم واحد وين لعبوا؟ يعني كان واقف يلعب بالسكه او يلعب يا ربعه، وهذا رتعت لعب النادي. ترى يفرق علي طيب. يفرق الخمس سنين هذه اللي واقف فيها او 4 سنين او سنه، مو 6 سنين. اذا يوقف 4 اشهر ينتهي طبعا حميد. طيب. انا على ما تاهل يبي وقت. اخونا فهد يقول اصبح عليك وعلى ضيوفك الكرام، اسال الكابتن الحقان هل سيشارك طلال العامر بالنهائي ولو جزء من المباراه؟
طلع مو وياه مو ويا الفريق. ما راح ليش؟ مو جاهز. مو جاهز. اوكي. تقييمك محترف الجديد ابو بدر؟ والله شوف يعني لمسات لمسات برازيلي، اي برازيلي يقدر يسكن على الصدر ويشوت يراوغ ويحط جول. يعني ما سوى شيء جديد. ما يبين ما يبين الحين. يعني يبي له خمس ست لعبات يبين. اغلى معه. بس انا اقول لك في حركته زين. حركته زين. مع المباراة يعني مثلا المباراة النهائية اذا بيشتغل. يعني اقول لك هذا ما حك مع فريق قوي. زين عندكم ليش ما لعب شريف النواشي؟ لاعب زين. نزله بديل. بديل. لا لا بديل اكثر من مباراة شفتها. مع ان اللاعب شريف راح يكمل وزين. والله ما اتوقع لاعب يمن ما في اصابه في شيء في في ناديين داشين عليه لاعب زين انا اشوفه معطينا اكثر معطينا لا 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 هو مرتاح وترى مو على النادي على شركه تيماس على شركه شنو تيماس تيماس مالت الوائل زين الله يعين الشيطان لاعبكم ارجنتيني اي مركز في ارجنتيني تحت الهجوم إيه نحتاج الفريق شوف النقطة هذه ما تحكي عنه ما يبقى خلي يوصل بالسلامة لأن كل الشغل على بدر في صناعة وكرة تسجيلها اليوم لاحظ هجمات دشينا اليوم الساعة 8:30 إن شاء الله يوصل بتلعبون هلا بالجاية لازم نلعب طيب إذا جاهز. أنا بما أن قد ساو كويتاوني وفي محايديني أخونا صالح عنيز اليوم كاتب تغريدة اليوم والله ما شفت متى اليوم لا أمس يقول الاتحاد المعين ما يصير تحط القادسية يلعب الخميس بعدين يريح ثلاثة أيام ويلعب النهائي والكويت مرتاح قبل النهائي وبعد النهائي شوية عدل هل مقصودة؟ لا شوف لا لا مو مقصود مو أنا مقصود. أنا اللي يعني اللي أعتب عليها اليوم 20 و21 يعني أنا والكويت بنلعب 16 أوكي زين أوكي. أنا ألعب 20 الكويت يلعب 21 أوكي جدول أرى الجدول أنا أقول لك يعني هذا اللي شوية أتوقع أيام الاتحاد السابق لا لا بسعود اللي يحط الجداول بسعود أيام الاتحاد السابق أنتم كويتاوية كنتوا تستلمون لجنة المسابقات بسعود الجدول بعد شنو بسعود والاتحاد قاعد يحاب القادسية صح لا لا قاعد أقول لك قبل حتى قبل جدول والله يعني أشوف الاتحاد هذا ضد نادي الكويت والله كلامي قاسي أخذ منه ثلاث نقاط أنت تدز لي الكتاب لعب لاعبك وبعدين والله آسفين إحنا غلطانين أشوف ضد نادي الكويت أمانة وبالجدول أي جدول الحين جدول قاعد يقول ما تفرق عنه. ما تفرق والله يوم يومين ما تفرق بس هو مريح الكويت ما لعب اليوم والنهائي يوم الاثنين الكويت مجموعة مو مجموعتكم صح الكويت باي أدري بس عبد العزيز باي هي لأن سبع فرق ثمان فرق باي الكويت باي بس الكويت باي أنا بطل رحيك والله بس خليك لأن ولي العهد إحنا كنا باي لأن سبع فرق المجموعة الثانية ثمانية مضافة وبرقان صارت 8-7 كاس الامير العكس الكويت صار باي اللي هو بالسبع فرق احنا بالثمان يعني هاي يعني ما قلت لك شيء انا قلت لك على 5 على 20 انتوا قد تساوي الان 80 لا لا ما الريال ما لا مسكين ما لا انا قال انا اعتب اللعبه اللي بعد اي 20 و21 انا لاعب 16 مع الكويت ما كانوا النهائي بيحطونا يوم 16 شنو ما يدرون ايش درا قبل لا يطلع جدول كاس الامير قبل لا يطلع حطوا الجدول ايش نهائي قبل فيك واللي العهد كان حطوا جدول الدوري قبل لا قبل هاي الدوري جدول كاس كاس امير هذا لا لا انت تتكلم عن 20 و21 اي كاس الامير اقصد حطوا الجدول بعد ما عرفوا النهائي ولا قبل لا يعرفوا الموعد النهائي تو النهائي من متى معلنينه النهائي ترى كان شهر 12 إيه؟ بس اجلوه اي اجلوه كاس الامير تو نازل الجدول اي اوكي اي عزيز انا العب 16 انا والكويت نلعب 16 زين المباراة اللي وراها انا العب 20 الكويت العب 21 متعمدين يعني يا حب لا اله الا الله قاعد يسلك تعمد ولا شلون تعمد مو متعمد ماكو شيء اسمه تعمد جدول ليش عتبان عادي جدول ما يصير اعتب اسف يبا ماني اعتبان سلم راسك خل اروح حق فاصل وبعد ذلك حياكم الله ويانا اخونا كرت اصفر يقول ترى حتى القادسيه والكويت ما يقدرون يلعبون مباراتين بالاسبوع اللياقه الموسم سيئه بالموسم هذا ايه؟ لا متعودين القادسيه والكويت لانك يعني شاركوا بطولات خارجيه
طيب متعود على نظام اللعبتين في الاسبوع. اخونا منير يقول هل كلام علي الزيد ينطبق على المدرب الوطني محمد عبد الله؟ انا قلت مو كل المدرب الوطني. لا انا ما قلت كل، والله العظيم انا قلت مو كل المدربين. قال مو كل ما قال ما قال كل المدربين، ما قلت لا في قلت لك في مدربين، في مدربين لا يعني ما شاء الله عليهم يعني مجتهدين. محمد عبد الله غير واصل له اي مدرب عزيز متصدر الدوري. محمد ابراهيم نعم. عزيز اي مدرب وطني في المرحله هذه يدرب نادي القادسيه او نادي الكويت يحقق بطوله. نعم. يحقق بطوله يا بطوله، يخسر بطوله يخسر كاس، ياخذ كاس الامير ممكن يحقق الدوري. كل العوامل متوفره عنده، عناصر موجود، عناصر وما في منافسين. عبد الله ما خلينا نشد صح، بس الكويت والقادسيه والعربي دخل فتره موسم مشكله بالمراحل ناصر، حتى بالمراحل نفس الشيء. شوف الجدول يمكن ال 19 اللي التضامن متصدر السنه. عبد العزيز حماده، عبد العزيز حماده مدرب وطني وقادم الكويت حققوا يا بطوله، ليش لقى عوامل متوفره؟ محمد ابراهيم حقق بطوله، محمد ابراهيم ما حقق مع السالميه. نعم ما درب نفس زيدان. اوديك حق ريال مدريد، زيدان ريال مدريد اي مدرب يمسكه راح يحقق بطوله، انا عنده هو الحين اقوى فريق بالعالم. أنا كل العوامل يعني. كل العوامل عنده احسن فريق بالعالم. طيب لا ممكن الكره الاوروبيه تختلف الوضع، جاهزين كلهم العوامل يعني تختلف القدرات. لا بس حتى ضرب مثال ليستر حتى ما عنده على النجوم في واحد مورينيو لما استلم اول سنه لا غير قبل كم سنه غير، بس الحين الحين غير. لا يعني في 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 بصمه حق المدرب. الحين اعطيك مثال ليفربول صراحه فريق يعني كاسم عالمي وكل شيء، ولكن بالسنوات الاخيره ليفربول ما قاعد يحقق يعني البطولات اقترب. ولكن من يستلم كلوب ترى بميزانيه بسيطه وشوف سوى اللي سواه مع الفريق الان. شنو حقق السنه اللي طافت اول ما استلم اول 10 اشهر؟ وصل الى اعتقد النهائيين. شنو حقق بطوله؟ ما حقق بطوله، ولكن وصل وغير من المستوى. انت تبي توصل حق شيء، انا عارف عارف. اخونا ابو لحد فايزين، انا اقرا لكم يوم لحد فايزين. تغريده اخونا ابو حمود او ابو حمود يقول كما وصلني من شخص ثقه ان المفروض يلعب الكويت ضد كاظمة باول مباراه الفريقين، يقصد في كاس الامير اللي هي اليوم، ان الكويت المفروض يلعب ضد كاظمة مو العربي، وتم تغيير الجدول. الكويت باي، الكويت بطل البطوله، نظام البطوله خلوه باي. سووا المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه زي الجدول. قرعه جدول قرعه اي قرعه وحضور قرعه اي مندوب من كل نادي. شلون عيل يقول كان الكويت بيلعب وغير؟ لا اعتقد مو صحيح. طيب قرعه في المجموعه عزيز، قرعه في المجموعات مجموعتين اي، بس هل بالجدول دوري قرعه؟ الجدول يعني يحضرون المناديب؟ لا طبعا المسابقات والجدول كيفي مسابقه مسابقه كيفي يحط جدول؟ ممكن كلامه صح يا حبيبي، الكويت بطل النسخه الاخيره فهو اوريدي راح يصير باي، يعني ما يلعب اول جوله. ايه؟ ما يلعب اول جوله نفس القادسيه ما لعب اول جوله. نعم. طيب خارو حق المباراتين اللي لعبوا الساعه 5:30، طبعا مبارتين التضامن فاز على الساحل 3-1، تعادل اليرموك مع خيطان. زميلنا مشعل الديحان يتابع المباراتين وعد لنا التقرير. انطلقت مساء اليوم مسابقة أغلى البطولات والكؤوس، بطولة كأس سمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه، في نسختها 55 بمواجهات اليوم الأول للمجموعة الأولى. فعلى استاد محمد الحمادي التقى فريق التضامن والساحل بمواجهة تسيد فيها الأزرق التضامن لعبا ونتيجة، بدأ فيها بالتنظيم وترابط الخطوط بنقل الكرات السليمة التي أثمرت عن هدف مبكر سجل المتألق يوسف العنيزان بمجهود فردي، أودع الكرة داخل شباك مرمى الساحل بالدقيقة الرابعة. ثم واصل أبناء التضامن الضغط بالهجمات أغلبها جاءت من منتصف الملعب. الشوط الثاني استمر الحال بتهديد مرمى المنصور حارس الساحل، أثمر عن ضربة جزاء احتسبت للتضامن بالدقيقة 8. تقدم القادم الجديد للفريق المحترف السوري حميد ميدو مسجلا الهدف الثاني لفريقه، وعزز يوسف العنيزان بعدها بـ10 دقائق الهدف الثالث لفريقه والثاني له بهذه المواجهة.
والساحل تتبعثر أوراقه، جعل المدرب عبد الرحمن العتيبي لتغيير بعض المراكز للاعبين على وعسى أن يجاري نظير المتقدم عليه. نتج هذا الضغط المتأخر بالحصول على ضربة جزاء بالدقيقة 21، تقدم لها البرازيلي فيكتور واضعا كرة داخل شباك صالح مهدي، ولاعب التضامن عمر صباح يحصل على الانذار الثاني له مع خروج الكرت الأحمر. والأفضلية للمواجهة كانت من نصيب التضامن لعبا وأداء ونتيجة انتهت لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف للساحل. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والله يسلمك يا رب. بداية جيدة كأول شيء كلاعب محترف، أنا بداية مع فريق تضامن، وإن شاء الله نحن أنا جيت هالموسم إن شاء الله نعمل شيء يليق باسم نادي التضامن ونعمل شيء حلو للإدارة وخصوصا الكابتن أبو سلمان اللي عم يتعب كتير بالفريق. ونحن هذا الفوز أول شيء هو بداية تحضيراتنا للدوري، نحن عم نحضر هلا نحن الدوري عنا بشكل كبير أهم، لأنه بتعرف أنت راح ينزل سبع فرق، لازم نكون نحن بين الثمانة إن شاء الله، ونحن عم نحاول نكون بين الثمانة وإن شاء الله بداية مشوار طيب إن شاء الله بإذن الله. والله الحمد لله، أول شيء أقول مبارك على نادي التضامن، أقول هذا حق نادي الساحل، وأقول الحمد لله جولين وبلنتي، ربي يوفقنا إن شاء الله ونتأهل حق دور النهائي إن شاء الله. فيما تعادل اليرموك وخيطان بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما على استاد مبارك العيار بنادي الجهراء، رغم الأفضلية كانت لليرموك بهجمات متواصلة، على أن خيطان هو من بادر بالتسجيل أولا عندما احتسبت له ضربة جزاء بوقت مبكر تقدم لها المحترف البرازيلي إليا مسجلا هدف التقدم لفريق خيطان. واليرامكة حاولوا مرارا وتكرارا بتعديل النتيجة ولكن لم يستثمروا الكرات بالشكل السليم حتى مضت الدقائق وانتهى الشوط الأول متأخرين بهدف. الشوط الثاني انتفض اليرموك مبادرا بالهجمات منذ الدقائق الأولى حتى احتسبت لهم ضربة جزاء مبكرة بهذا الشوط، تقدم لها المتألق عذبي شهاب مسجلا هدف التعادل لفريقه، والمواجهة تنتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، رغم الأفضلية كانت من مصلحة اليرموك. صباحكم الله بالخير من جديد، مشكور يا اخوي بماطر، بس خل اقرا مسج اخونا العزيز هملان الهملان، يقول صبح على ضيوفك الكرام، مبروك القادسيه وهارلك برقان، القادسيه نادي كبير ويملك لاعبين كبار، وفريق برقان ما قصروا سووا اللي عليهم ما في شك انهم احرجوا العربي والسالميه ومستواهم يتطور مباراه بعد مباراه، والمشوار للحين طويل، واداره النادي والجهاز الفني مو مطلوب منهم انهم يحققون شيء، مشاركتنا في الدوري يعتبر إنجاز لنا، نحاول دائما نقدم لعب جميل ومباريات كبيرة، وكل مباراة عندنا بطولة، وشكرا لكم على اهتمامكم. شكرا لك على يعني متابعتك وحرصك على الرد على ما يقال في البرنامج. خل نتكلم عن المباراتين، أدري مو منقولين، لكن نتكلم باللي شفناه وبشكل سريع عن مستوى أيضا الفرق. اليوم التضامن يهزم الساحل بحسين 3-1، الساحل يواصل سلسلة النتائج اللي ما توقعناها منه صراحة. صراحة الساحل احنا بالسابق اشدنا فيه يعني كذا مباراة، فريق كان يعني يملك عناصر شابة، فريق متطور مستواه، فريق كانوا اللاعبين اغلبهم يعني مع بعض من سنين، والان طبعا كبروا ولعبوا بالفريق الاول، ولكن بالمباريات الاخيرة ماني عارف يعني شنو المشكله اللي حاصله بفريق نادي الساحل. انا اتوقع انه يمكن يكون في اصابات او عنده لاعبين يعني مفاتيح لعب يكونون مصابين، اتوقع ان مثل ما قلت انا مساء يمكن اللياقه البدنيه ما قاعد تسعف اللاعبين، ما قاعد يتمرنون، يمكن هذه كلها عوامل يعني تؤدي الى اهتزاز مستوى اي فريق. نعم. بالمقابل فريق نادي التضامن طبعا هذه يعني الطفرة اللي أحدثها فريق نادي التضامن هذه السنة بمشاركته، صراحة من مباراة إلى مباراة قاعد نشوف فريق نادي التضامن صراحة يقدم مستويات جيدة، استخدموا لاعبين يعني مثل اللاعب السوري ميدو، اتوقع ان لاعب يعني يملك كلام اخونا بدر مندو
انت قلت مندو. انا في عائله لاعب قديم اسمه مندو. ميدو والنعم فيه والنعم فيه اي كان والله. ميدو في ميدو مصري ميدو السوري السوري الحين. نعم. فانا اتوقع ان فريق نادي التضامن قاعد يمشي بخطوات صراحه ثابته. اتوقع ان حتى استخدموا مدرب اعتقد سوري يمكن حسب ما سمعنا بالجرايد انه يبين مدرب سوري اعتقد انه يكون مساعد للكابتن علي مهنا. ولكن انا شوف فريق نادي التضامن اللي قاعد اشوفه انه من مباراه الى مباراه افضل. اللاعبين بدوا يعني يتفاهمون مع بعض اكثر واكثر. قاعد يقدمون اداء جيد صراحه. قاعد يقدمون مستويات. الفوز هذا طبعا راح يرفع من معنوياتهم حق المباريات الجايه ان شاء الله. ابو يوسف التضامن بيروحون معسكر مصر. شوف ابو سعود التضامن صراحه في اهتمام اداري كبير. مجلس الاداره مو مقصر يعني الظاهر والله اعلم ان حاطين خطه وهم بعد الوقفه فادتهم من الناحيه الماديه اللي قدروا انه اول شيء يجيبون لاعبين محليين يعني كذا نادي يمكن خذوا الاعاره محليين لاعبين محليين وترى غيروا ثلاث محترفين الحين جايبين السوري في اثنين ترى بعد برازيلي وصل ايه وفي بعد واحد ثالث برازيلي ايه والشيء الثاني فريق 17 او 19 لا في فريق 17 بعدهم كان طالع معسكر نعم من شهر 8 صح فريق 19 متصدر الدوري فريق 19 وفي يمكن لاعبين او ثلاثة قاعد يلعبون مع الفريق الاول اللي هو ولد سعد شبيب اذا ماني غلطان اي صح لاعب ما شاء الله عيال لاعبين اي ما شاء الله لاعب زين وقدامه مستقبل نفس ابوه يطلع ان شاء الله والله في لمسات صح ان شاء الله ابوك بس يبي له شويه يخفف من الوزن خفيف يعني يبي له شويه طيب. يعتني بنفسه والله في مبدر ايش رايك بالتضامن مستاهل الموسم نتكلم عن المباراه لان يعني قاعد نشوف الفيديو لكن مستوى الفني بهالموسم ايش رايك فيهم قبل المستوى الفني بتكلم انا في شغله ونقطه عيدها وكتبتها كذا مره اللي هو فتح باب الانتقالات بين اللاعبين افتح الباب يا اخي عطى مجال يلعب انا لاعب ما ماخذ فرصتي بالقادسيه اروح نادي ثاني العب اخذ فرصتي ابرز اقدم مستوى عكس السابق اول كان ترى نادر ما لاعب يطلع من ناديه صعود ما يعطونك استغناء اول تموت ما يعطونك شوف الحين الغاء دوري الرديف ساعد نوعا ما بعض الانديه انك عبد الله تكلم عن نقطه ان التضامن دعم صفوفه بعدد عناصر اللاعبين صح اللاعبين كانوا قاعدين يمكن ما يلعبون صح فوجدوا فرصتهم في الفريق الاول حمد امان يوم اخذ فرصته من القادسيه يعقوب طراره يعقوب طراره هذا الشكناني بعد منو عندك جولشي لا جولشي يلعب صالح ما شاء الله لا بس بالنسبه لحمد امان لاعب زين طبعا ما كان اساسي بنادي القادسيه ما اخذ فرصته يمكن مدربين يشوفونه انه ما يخدم الفريق من ناحيه التكتيكيه يمكن لاعب مهاري لاعب ترى مو كل مهاري يمكن يكون لاعب اساسي يمكن لاعب ما عنده مهارات يكون اساسي مع يشوف المدرب افضل لخطته افضل لتنظيمه داخل الملعب فراح التضامن سجل اهداف جميله فتح باب الانتقال لاعبين اترك اللاعبين انت لا تقعد حكره وتمسكه وسجل قصب على النقيض من الساحل ابو سعيد الساحل سبحان الله تغير يعني ما كان يمكن شويه مرتفع الحين انا اقول لك الساحل اذا تغير في شغله اداريه بين اللاعبين انا اقول لك معنويه بين اللاعبين والاداره يبي لهم قاعده معنويه في مشكله طلعهم من الجو هذا مشكله ماديه ما فيها شيء تصير بالانديه ليش الناس يعني تحسسون ويتحرجون ان في مشكله بين الاداره والنادي ماديه كل انديه العالم نادي عند الدوري السعودي شو الدوري السعودي دائما في مشاكل ماديه بين اللاعبين والله اذكر لاعب دولي مثل يوسف الثنياني يسولف يقول اقعد سنه كامله 9 أشهر ما اخذ رواتبي عندهم مشاكل ما نتحرج نقولها في الاعلام نادي الساحل اذا في شغله انا اعتقد يمكن شغله بين اللاعبين والاداره طيب. وتكررت اكثر من مره في الموسم هذا حرام المفروض والله يحافظون عليهم أنا المفروض مجموعه حلوه كانت يطلعون يعني فيهم يطلعون فيهم مثل رحله ترفيهيه مثل بر مثل المجموعه كلها يبون نعم. سفره لا توهم مدينهم معسكرهم لا يقول لك مثل مثل معسكر. مثل كشته نعم هذا شو بينهم ممكن مطلق قاعد زميل مطلق مدير كنا نسويها بالثمانينات مطلق العازم احنا وانت الثمانينات بر الدوحه طيب اقول لك لازم خل نروح حق اليرموك يوضح لنا فريقكم تعادل اليوم مع خيطان حسب اللقطات اللي شفناها الفرص اغلبها لليرموك ابو علي
بس اهدار الفرص في اكثر من مباراه، يعني ثاني مباراه ثالث مباراه اليرموك يتميز بهدار الفرص صراحه. صح كلامك عدل، بس اليرموك هالسنه مو هالسنه، السنين اللي طافت انا والله يعني كنت اتابع وما اتابع، بس السنين اللي طافت هاي تابعتهم دائما بدايته مو زينه، البدايه مالته مو زينه، بعدين يصحى يصير تغيير مدرب يصير شغله. يعني اذكر قبل سنتين او ثلاثه كان في مدرب اسباني خلوه عطاه فرصه قسم كامل، اخر مباراه تغيره القسم الثاني استنى اليرموك كان يفوز على الفرق هذا. نعم. الحين نفس الشيء اعتقد، كانت بدايته مو زينه بس هو قام يلعب كره حلوه، بس انا اشيد بالمدرب البرازيلي دي سيلفا صراحه عنده خبره، والله احسن مدرب عنده خبره. انا شفت اول لعبتين بس بدا نظم الفريق، فريق اليرموك شوف عبد العزيز انا لعبت يمكن سنين. نعم. من ذاك الزمان لحد هالزمان فريق اليرموك غير كنت اتاك ما ينفع معه المدرب هذا سيلفا. يقول سوى لو تشوف الدوري انا اعتقد الاهداف اللي عنده لا 10 اهداف على 10 اهداف 10 ب 10 السنين طافت لا كان تشوف وايد كان يقول باربعة وخمسة وستة دش على اقوى. هذا بدا نظم الدفاع، رد احمد هاني وبدا يشكلون بالوسط ويبتدون هجمات مرتده حق يوسف نجف، ويوسف نجف هذا من احسن اللاعبين راح يصير بالكويت، لاعب سريع متمكن ويعني يا ليت انا يعني صراحه اقول لك يعني اقول صراحه يا ليت يعني يلعب نادي كبير. حتى العذبي عدل حتى عذبي بس يوسف انا وبس في نقطه ثانيه عبد العزيز تشيله تفضل. بس اتمنى المدربين يعني مثل علي الزيد لاعب نص والحقان كان لاعب نص، انت مدرب لما تصير كنت هجوم تتعلم اللاعب في اخطاء، انا قام اشوف نفس الاخطاء يوسف نجف لما كان يوسف نجف على فكره انا كنت لاعبه بالرديف كان هو تحت 17 كنت اخذه تحت 17 قبل 6 سنين. طيب شنو كان لما ينفرد حق الجول دائما يروح مكان خاطئ، لازم تتعلم يا مدرب تتعلم انه شلون يدش على الجولتي، قام اشوف الخطا هذا قام يتكرر، اذا صلح في هذه انا اعتقد راح يصير مكسب حق نادي الموك والكره الكويتيه كلها. وهذه مسابقه كاس الامير ابو سعيد انا اتوقع ما راح يكون نهايه المعتاد القادسيه والكويت، انا اعتقد فريق غير مرشح او فريق يعني راح يوصل النهائي على مثل فريق خيطان سنه من السنوات. نعم. من سنتين ثلاثه الساحل مثلا الساحل يرموك وصلوا، فدائما نشوف تداخل المسابقه وطولها وانشغال القادسيه والكويت يمكن تركيزهم على الدوري والهراق والانذارات يمكن يساهم الفرق هذه اللي برا الدوري برا طلعت من كاس ولي العهد انها شنو تتقدم خطوات نحو التاهل لمباراه النهائي. اللي عنده بنش قوي اتوقع شوف انا اللي عنده بنش قوي راح يكون فريق قوي. انا اقول لك ينمر اللي عنده بنش قوي نفس اللي يعني نفس مستوى اللي بالملعب. لا بس هالكلامك تختلف مع ابو بدر، انا اتوقع ان اليرموك والساحل والفرق هذا ما عنده قوي. مع الاحترام والتقدير انتوا اللي عندكم بين الاربعة الكبار راح انا اتوقع راح يكون طرف قوي بالنهائي مع طرف غير مرشح. عاد شوف من الفرق هذه انا ما اتوقع راح يكون في يعني واحد من الاربعة الكبار غير الفرق. صارت ترى قبل موسمين ثلاثة هي صارت، بس على حسب المستوى اللي قاعد نشوفه الان من 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 الفرق صراحة. يعني احنا كنا متأملين خير يعني حتى بفريق يعني مثلا الساحل، شوف الفريق الصليبخات ادى مباريات صراحه يعني وقل شويه نوعا ما مستواه. الان يمكن اليوم راح نتكلم يمكن عن المباراه بعد شويه. طبيعي علي الفرق هاي تصعد وتنزل طبيعي ترى. انا اقول لك ممكن قاعد اقول لك يعني حتى فريق الساحل النصر مفاجئ الموسم إيه؟ جيد ممكن النصر ممكن صح ممكن التضام. انا شوف يعني عيلتي يتكلم هو قال لك زين ما يخالف مو سعيد اتوقع يختلف التضامن ما راح نشوف فريق مو نفس اللي شفناهم الكويت. لا انا قلت لك الاربعه وهذول ممكن لان النصر عنده بنش زين التضامن عنده مثل ما قلت لك قاعد اتوقع النصر والتضامن والاربعه والله النصر صراحه. وبعدين تعال احنا ما تكلمنا عن يعني الانتقالات اللي صارت بشهر واحد يعني حول يمكن 17 لاعب الحين جديد دش على الفرق ممكن عندي يعني هي اكيد اجانب ولا محليين اجانب ومحليين يعني في فرق مثل النادي العربي خذوا صفقات يعني قياسيه صراحه. القادسيه استخدموا لاعبين بس القادسيه ما ياخذها لا اللي بالصوره الحين العربي سيف فاضل راح منكم ولا بيرجع شنو بكمل لحد الان متى تحسمون موضوع
ايش حق انت؟ خليك برنامجك ولما يطلع الخبر بنقول لك. احنا عموما ان شاء الله مع توقف البطوله راح نسوي حلقه عن الانتقالات. اي لا لان اقول لك اداره نادي الكويت يعني لها طريقه انا تعجبني حيل في يعني استخدام اللاعبين المهاريين او لاعبين المواهب، ياخذونهم من الفرق السنيه يعني المراحل السنيه، يعني مثلا يشتري لاعب من النادي او ياخذه، واغلب عناصرهم يعني مثلا كانوا من لاعبين في مراحل سنيه من انديه ثانيه. نعم يمكن اعتقد اكثر من لاعب برزه وشو القحطاني كان لاعب كل نادي الساحل. كل حدات اهتمام في اهتمام. شو كنت بتقول التضامن؟ ايه تضامن بس في لاعب في لاعبين يعني من المراحل السنيه من النادي مو بس الغدا. هذا ترى بالعكس هذه انا اشوفها ايضا نجاح للاداره مو بس الغدا. قادسيه والكويت انا اروح الساحل خذيت ثلاثه الكويت ياخذ ثلاثه. سل والله تنافسي تنافس زين انا علي موجود. لا هي شوف انا حاجتك عن السله نظره 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 فنيه نظره فنيه وهذه نظره فنيه ايجابيه حق اللاعب وحق صح. النادي انا قاعد اشوف هذا اللاعب مميز صراحه ممكن اذا ظل في ناديه ما يمكن ما يتبرز ما يبرز حرام يعني موهبته هذا اي في نادي الجمهور اي انديتنا نادي الكويت نادي القادسيه الانديه صراحه اللي فيها اهتمام وفيها تمرين صح اوكي اشكرك. تبقى على التضامن بعد تضامن انا اشوفه من احسن الفرق قام يعني تقدم كره حلوه اوكي قام يخسر هو في لعبات قام يخسر بس قام يمتعك يلعب هذا كذي في فريق في اسبانيا كان يعني يلعب مع برشلونه ينطق 7-8 بس هذا مدرب قال ما مشكله خلي يطق 7-8 بس انا لعب فريق هجومي امتع العالم الصدق قاعد يمكن 6 سنوات ما طاح درجه ثانيه اوكي غلبني 7-8 بس معلم لاعبينه تضامن نفس الشيء اعتقد قام يلعب كره حلوه واعتقد الحين غير المحترفين راح تغير شكل الفريق متاكد 100% طبعا وراح تشوفه بكاس الامير والنصر النصر كان شويه ما في تركيز كان اول بدايه الدوري بس اعتقد الحين خذ وضعه تماما في عمل في عمل اداري صراحه يعني حاطين خطه حق بناء الفريق. اروح لفاصل وبعد ذلك حياكم الله ويانا عدنا لكم من جديد. خل نروح حق اخر مباراه لعبت اليوم مباراه الصبيخات والجهره انتهت 2-1 لصالح الصبيخات. المباراه كانت مثيره الحقيقه في شوطها الثاني واحنا نشوف اللقطات ايضا بنتكلم عن المباراه بشكل عام لان ايضا مو منقوله واعتقد الاخوان ما اعتقد شافوا المباراه. المباراه كانت في ملعب التضامن ارضيه جميله صراحه نعم صبيخات والجهره يا عمي مو على بعض. شلون شايف ناصر يعني ما ان ظهورك الاعلامي كان غايب من فتره نعم رايك بالصبيخات والجهره هالموسم؟ والله الصبيخات كانت بدايته زينه بعدين تراجع. الجهره كانت بدايته مو زينه وشال المدرب وثامر يمكن اقرب للاعبين يعرف مستوياتهم. انا باعتقادي الجهره راح يتحسن اذا ما يكون بعد يعني يتحسن خلال المباراه السابقه يمكن نتيجه اليوم. احنا ما شفنا المباراه كامله عزيز عشان نحكم عليها من الصعب انك لا نتكلم بشكل عام عشان ما نبي بشكل عام متارجح الجهر لحد الان يعني مع ثامر مباراه زين ومباراه يخفق ومباراه يعني مستوى مو ثابت. الصليبيخات كانت بدايتهم زينه ولكن في الفتره الاخيره يمكن تعرض لبعض الخسائر وعنده عناصر جدا طيبة فريق الصليبيخات عناصر شابة زينة ومتجانسة من الموسم السابق وصراحة اليوم يعني الملاعب ما شاء الله ملاعب لازم نعطيهم عين ما شاء الله. لا ملاعب زينة هذا ملعب ثامر اعتقد ملعب التضامن ملعب التضامن ما شاء الله والله عبال ملعب ثامر. شوف شو سبب تضامن ملعب مساع ملعب الجهرة زين ملعب السالمية لعبتوا فيه ملعبكم زين فالارضيات الملاعب الارضيات تطور نوعا ما من المستوى صحيح. ردا على كلامك يا ناصر يعني فريق نادي الصليبيخات احنا صراحه مثل ما قلت يعني اول ما استلم الكابتن احمد عبد الكريم صراحه تاملنا خير قدم اداء جيد صراحه احرج فرق كبيره صراحه نافس يعني في 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 بطوله الدوري بدايتها. والان في تصريح حق الكابتن احمد يعني من قبل يومين اعتقد الجرايد يقول انا سبب يعني
هو متحمل وهذه شجاعه منه طيب. انه سبب تراجع الفريق ويقول انا مسؤوليتي. انا اتوقع ان الكابتن احمد يمكن حط اتوقع يعني ايده على 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 الجرح وعرف يعني شنو معناه انا انا اتحمل المسؤوليه تخفيف ضغط على يعني مثل ما قال اخوي نايم اي مدرب شوف اي مدرب يقول يمكن هو يحس انا اتحمل مسؤوليه هذا تصريح ذكي منه طبعا ما تصريح طبعًا. ما هو ما في ذكاء انه يخفف الضغط على اللاعبين يخفف الضغط على اللاعبين يعني يمكن هو يمكن هو حس بنفسه انه في بعض المباريات اخطا في 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 قراءته للمباريات اخطا مثلا في عدم مثلا اعتماده على لاعب معين هذه امور كلها المدرب يمر فيها هذه شجاعه منه ان اعترف وكابتن احمد يعني من المدربين يعني صراحه الشباب اللي طور نفسه وتاملنا في خير واشدنا فيه يعني من بدايه الموسم مثل ما قلت لك يعني انا اتوقع انه هو حط ايده على الجرح نتامل انه مع مرور المباريات الجايه يعني علي احنا الحين انت تتوقع ان فريق الصلبخات راح ينافس راح ينافس على الاول ولا راح على الهبوط والصعود دوري قصدك لا بالدوري ولا انت قلت تقول فريق زين فريق زين يوم كان بالدوري يوم كان بالدوري بدايته اي حق كان اعتقد وصل خامس سادس وصل خامس سادس اوكي اوكي كم نقطه هو الحين 11 شنو الحين ما عندي فكره والله صراحه الدوري لا تشوف لك تغير كل شيء لا نزل زين تعتقد انه راح الجهره الحين الجهره كان تحت ترى صار المركز السابع اعتقد اي لانه فاز ثلاث لعبات فانت تعتقد الصلبخات راح يصعد ويصعد اي مركز ياخذ يعني ممكن يعود الى 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 المركز اللي 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 اللي, اللي وصل له الصلبخات حاليا بالدوري ترتيبه الثامن ب 12 نقطه من 11 مباراه يعني كان السادس اعتقد تحت التضامن الساحل اليرموك شباب فحيل قبل جولتين من نهايه يعني هذا كان الجهره قالبه نعم صح طيب انا اليوم هو قالب قبل لا اختم الحلقه باخذ اتصال هاتفي مع الاخ العزيز علي جمال كاظمي اليوم اعتقد انتهت صفقة كيتا هو معنا على طرف الاخر من الهاتف اخوي علي حسب ما سمعنا ان الامور انتهت على خير في صفقة كيتا طلعك الريحة خلاص صبحك الله بالخير اخوي العزيز وبس احب اصبح على جميع المشاهدين والسادة الكرام اللي معاكم حياك الله الحمد لله رب العالمين كيتا نعم عرباوي واحب مناسبة اشكر السيد رئيس نادي الساميه السيد الشيخ تركي اليوسف وجميع اعضاء مجلس الاداره على حسن استقبالهم لنا ومنهم حمل كثير الامور كافه شلتوا منهم حمل والحمد لله رب العالمين شنو المقابل في علي سمعنا في البدايه كان يبون لاعبين سمعنا يبون علي كراغ عبد العزيز السليمي هل بالفعل تمت مبادله لاعبين اللي صار نعم صار في مبادله لاعبين شاري الكندلي والحارس المرمى احمد داش الدجدي وفي كان في مبلغ مالي للنادي السالمي طيب منو تكفل بالصفقه اخوي علي اخوي عبد العزيز اليوم مو مهم منو تكفل بالصفقه الاهم ان نشوف نادي العربي يعني بالمراحل المتقدمه ويتوج بالبطولات هذا الاهم اليوم صفقات لاعبين تجي وتروح تكفلوا فيها هذا الشيء يعني هو متعطش للبطولات وهذا اللي اكثر شيء احنا اليوم ان نسعى له وكل كل كل شخص يحب القلعه الخضراء يسعى الى هالامور هذه ان نفرح الجماهير ان فبالنهايه اليوم الحمد لله نقول الصفقة تمت شكرا جميع أعضاء مجلس الإدارة شكرا لكل من استهد وحاول هو كان كيتا أو الصفقات الأخرى نعم خلاص راح تسجل في الكشوفات كيتا راح يلعب اليوم ولا ما تدري والله الأمر راجع بيد المدرب فإن شاء الله احنا نقول له الله يوفق وإن شاء الله يعني منها الأعلى إن شاء الله ونشوف النادي العربي بالمقدمة يا رب مشكور اخوي علي جمال كاظمي مشكور يعطيك العافيه تاكيدا لصفقه انتقال كيتا مشاري الكندري والحارس احمد دشتي في صفقه مبادله مقابل ايضا مبلغ مالي تم تسليمه لنادي السالميه بس يقولون نادي السالميه مقدمين شكوى بالشؤون
على كيتا لا لا ان وكاتب الجريده بس كل شيء امس يوم راحه وكل شيء لا لا ما ناخذ اخوي فرج صبحك الله بالخير يا اخوي فرج الله بالخير ابو سعود شلونك حياك الله حياك الله اول شيء زميلنا الاعلامي اسلم عليك وعلى ضيوفك حياك الله وسلامي الخاص الى اخوي ناصر عنيز بوجر اقول له الاماكن مشتاقه لك صراحه هلا فرج شلونك الله يسلمك بدايه اول شيء نبارك للشيخ طلال فهد نجاح العمليه الجراحيه ونتمنى له الشفاء العاجل والعوده في القريب العاجل لارض الوطن امين ابو سعود طبعا قضيه الايقاف سبب صراع بين الرياضيين ويجب ان لا يكون نقد بناء لا ان يكون نقد تجريح واطالب من برنامجكم المحترم والبرامج الرياضيه الاخرى تخفيف الحد من بعض الشيء فيما يتعلق بالوضع الرياضي وعدم توجيه الاتهامات واقصد في ذلك في بعض الضيوف الذين يستضيفونهم وخاصه المثيرين للجدل وثانيا بالنسبه لفريق برقان يحتاج الى اكثر من 10 سنوات يضع مكانه له في المسابقات المحليه وعدم التلميع له لان هناك فرق ثباته لم يتسنها لها المنافسه في المسابقات المحليه اصلا والمدح الكثير قد يذهب به الى الهاويه شكرا لكم عافية. شكرا شكرا لك اخوي الاعلامي فرج ناصر اخوي عادل صبحك الله بالخير هلا ابو سعود شلونك حياك الله طاب لونك الله يسلمك الله يحييك صبح عليك على الاخوان الحضور صبحك الله بالنور ابو سعود بعطيك انا خبر حظي حتى تو الاخ علي كاظم ما قالك تفضل اللي تبرع بالصفقه السيد جمال كاظم نعم والمبلغ 35,000 بالضبط لا 50 ولا 70 نفس ما كتبوا الصحافه وانا عندي عتب على اخوي مشعل العبكل تفضل من لا يشكر الناس لا يشكر فضل الله انت ذاك اليوم تقول طالع بالقناه الثالثه تقول تبرع فيها اشكر حسين هذا اشكر رئيس النادي ليش انتم كذي يعني حتى ولده الحين ما قال يعني انا للاسف صراحه ما اعرف ليش كذي حتى مسكين يعني ما طلع تكلم ولا قال انا تبرعت ولا اي شيء ما ادري ليش الجحود هذا يعني عادل عادل يمكن انت ما سمعتني يعني انا دائما نرجع الفضل لاصحاب الفضل انا قلت لا وما قال يعتبر عليك انت لا لا مو انا يكتب علي لا لا قاعد تاكيد اللي مو كلام عنك يا بعد قلبي مو عنك مو ادري ادري بعد شبدي مو عني بس قاعد اعيد كلامك قاعد اقول لك انا يوم قاعد يتكلم ولد جمال الكاظمي قلت انا اللي تبرع بالصفقه جمال الكاظمي صحيح صحيح هنا وبقول حق الحقان واقول حق الحقان ابتسم وكركر انت غساوي طيب جزاك الله خير مشكور مشكور اخوي عادل اخونا ايضا يوسف معتوق ابو خالد الفهد يقول ليش كل ما يدزك فيديوهات عن القادسيه تكسر فيه وتقول له مو شيء ولا من هذا يوسف المعتوق لا الحين اقول له مو شيء اوكي ولا تزلم جاي هات النهائي هو عادل يعني سوي يعني هذا نتمنى الامور هذه يمكن اخونا مشعل ذكرها بعدين يمكن خان التعبير يمكن ما حب او ما كان يعرف المعلومه الصحيحه فلا تعتب الا لما تعرف شنو القصه بالضبط من اخونا مشعل العبكل والامر طيب اليوم الاخوان في مجلس اداره النادي العربي قاعد يعملون كلهم من اجل الفريق جمال يتكفل بصفقه عزيز عاشور يتكفل بصفقه حسين عاشور يتكفل بصفقه هذا من الامور الطيبه ترى في النادي العربي صفقه كيتا مع النادي العربي كيتا 35 سنه لا راح يضيف شيء حق العربي ولا ينقص من العربي شيء لاعب اقول لك لاعب مكمل لكن يعني صفقه مو ناجحه لا مو ما قلت ناجح مكمل 35 كيتا بس مو مبين عليه خال فالحين هذا العربي انتم شلتوا لاعب داماو اعتقد الفرنسي هذا من اصل فرنسي نعم افريقي لاعب زين والله امانه اي والله لاعب زين في ناس لا بس ناصر انا كل كيتا راح يفيدهم ما فهد السامي الله هذا كيتا ليش ما فهد السامي الموسم هذا ايش باعوا الموسم هذا اسمع هذا لا اقول لك لاعب اقول لك ليش لاعب لا مع المدرب الالماني مع المدرب الالماني صراحه كان 35 سنه لا 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 ما راح يكون عطاء اقول لك ليش ما ادى الموسم هذا لان رواتبه مو قاعد ياخذ لا مو صحيح اعطوه رواتب اعطوه رواتب هذا على شيء ثاني بس انا اقول لك صفقه نادي العربي ليش انتم شلتوا مثل لاعب اصغر منه ولاعب يمكن لا بس كانوا ينتقدون ابو بدر والله المحللين يقولون هذه الصفقه ما كانت ناجحه ما لعب الا اربع خمس لاعب ما لعب الا قسم واحد يمكن ما كمل القسم ما احنا خلصنا القسم نفس هذا ما لعب امين 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 اول شيء انتقدوه وايد ما هو اللاعب اللي صراحه افضل لاعب العربي يعني يحتاجون لاعب يعني عارف ايش كان يجيب علي دماو يؤدي اللي مطلوب منه المدرب يطلب منه يؤدي نعم لا والدليل انه مقول 6 اقوال
كان مقول هو لاعب وسط متأخر. اقول لك يعني المدرب يشوف في شيء وهو قاعد يأدي. عزيز ما اقول لك انه نجم، ما اقول نجم نجم، انما انت شفت واحد وجبت واحد لازم انت يعني احسن منه. ال11 كلهم نجوم، واحد يكمل الثاني، واحد مهاري، واحد هذا، واحد يدافع، واحد يلعب باص طويل. انا بختم بختم بس اخونا محمد العوضي داز يقول غير صحيح كلام المتصل اخ عادل، ودازي تغريده من اخوان في النادي العربي المنسق الاعلامي مشعل عبتشل باسم إدارة الفريق، نشكر عبد العزيز عاشور، عبد الرزاق المضف، وعلي جمال كاظمي، وحسين عاشور لإتمام صفقة كيتا للأخضر. قال عزيز قال لي إتمام الصفقة يعني إتمامها، ولا متبرعين كلهم؟ نعم. كن ساهموا في إتمام، خلصوا الإجراءات. نعم. جماعة مذكورة هذه بالجرائد اليوم. مذكورة الصفقة هذه وحاطين اسم المتبرع، حاطين المبلغ. خل أعتذر من إخوان المتصلين. حاطين أي لاعب بعد هم يعني في تكملة لاعبين يعني. طيب كانت في لقطه في مباراه الصبيخات والجهره مثيره شويه مع الطاقم التحكيمي، لكن للاسف هو الاخ جمال ايضا ما اسعفنا الوقت ان نعرضها. ما اشوفه انا في المباراه، يمكن ما ادري شنو ظروفه يعني في الديره او برا. نعم. ما ادري اذا كان. نعم. شكرا لك علي زيد، شكرا لك عبد الله الحقان، شكرا لك حميد مال الله، شكرا لك ناصر العنزي. لا تقطع يا ابو بدر، والحمد لله على سلامتك يا ابو علي. مشكور يا نلقاكم ان شاء الله يوم السبت في حلقه جديده من برنامج 90 دقيقه. الى اللقاء.